أنا المواطن أحمد النمري اعتصم هنايا اليوم الرابع التوالي الآن اللي بديتو نهار جمعة بعد 3 اعتصامات اللي كان الأول أمام مقر البشوي أضراب عن الطعام 34 ساعة وبعد تدخل السيد البشوي ووعد ديالو رفعناه، واعتصام ثاني اللي دام أسبوع قدام نخر البشوية من بعدها رفعنا الاعتصام إلى أمام العمالة 3 أيام اللي على إثر نقطة المستشفى وقع نزيف الدم من أخر الأذن اليمنى. الآن كناخذ اعتصام اللي هو اعتصام الثالث مقرم إضراب عن الطعام نتيجة ديال القرار تاع السوفي الجائر ديال السيد الباشا، القرار المنع آخر منعي بتثبيت كشك رغم أن عندي الرخصة وكاين محضر قديم اللي كان موقع ما بيننا ناخور بيننا وبين الباشا القديم واللي كان حضروا الناس ديال الأمن والمجلس البلدي والقوات المساعدة والقيادة كاملين اللي خلص أنه يسوي 6 ديال الحالات منهم الحالة ديالي، جوج الحالات في كل مرحلة اللي تسوت لحد الآن 4 ناخذ لحد الآن ناخذ كاين حنا جوج بينا كاين عبد ربي وكاين نور الدين شلخة لحد الآن دابا 4 أيام وأنا كنعتصم هنايا جالس هنايا مضرب عن الطعام ما كاينش اللي كيستجب لك وكأنني مجرد حشرة. الآن كنطلب أنا من جميع المسؤولين الكبارين سواء الوالي ولا مكتب الوالي ولا ينصفوني يعطوني حقي، أنا ما باغي لا وظيفة عمومية ولا شي حاجة مستحيلة، باغي كيوسك فين نوكل وليداتي والسلام. فوق هادشي درت لهم رسالة إضافة لهادشي درت لهم رسالة كنلتمس من أنه أعطيني واحد التوضيح كتابي على هذا القرار منع الشفاوي، نلجأ للمحاكم الإدارية كاين قانون في هذا البلاد حتى الآن ما جاوبنيش. درت لهم رسالة في 9 شهر 6 يومنا هذا اللي راح دابا نهار 28 شهر 7 ما بغاش يجاوبني، قال لي ما عرفتش القرار المنع وما تحطش. شكون هذا؟ واحد السيد الباشا كنمشي عندو كيقول لي شي مع مسؤولين العمالة، كنطلع مسؤولين العمالة عندو كنمشي عندو كيقول لي شي مع مسؤولين العمالة، كنطلع للعمالة كيقول لي لا ما تمشي عند الباشا هو اللي عنده اختصاص ديالو، وبقيت انا كنتحرج ما بين جوج الناس باشاوية والعمالة يعني جوج المؤسسات بين الباشاوية والعمالة اللي اكثر من هادشي اللي اصلا اكثر من 23 مرة الحوار اكثر من 23 مرة مجرد وعود على وعود ما كاين حتى شي حاجة. الناس كاملين حطوا في هذه الحالة اللي كنقول لك انا في المحضر 6 حطوا 4 بقينا حنا جوج الناس. انا كنطلب من السيد الباشا يفعل غير المحضر انه يمشي يطلب له المحضر ما بغاش يعطيني المحضر، هو خرق المادة 27 من الدستور حتى المحضر اللي عنده تما اخذ انه يعطيني نسخة منه وهذا في حد ذاته تعسف. انا كنطالب دابا كل شيء كامل كنطالب الانصاف ديالي ما باغي حتى حاجه، باغي الانصاف ديالي انا نحل الكيش ديالي بحالي بحال عباد الله ونسترزق الله. وفوق هذا الشيء انا مريض كنعاني من عده امراض مزمنه، عندي الطونسيون عندي الاعصاب جوج عمليات جراحيه انا وحده في فرنسا عيط الجمعيه اللي تصابت في 2011 مشى النصف قعدني قريب عامين وانا مشيت ليد اليمنى واليسرى وباقي لحد الان كنعاني، عندي عمليه في الراس عندي الدواء الصوم ما كنقدرش نصوم حتى الصيام ما كنصومش 2011 و12 و13 وهذا العام ما كنصومش ممنوع عليا نصوم، ومع ذلك السلطه رغمتني انني نصوم اجبارا عني رغم هذه المعاناه ورغم كل شيء السلطه ما بغاتش تستجب المطالب ديال العديد. انا كنطلب منهم يرحموا حالتي الصحيه والظروف الاجتماعيه ديالي في كنسكن، الظروف الاجتماعيه ظروف مزريه كنعيشها ومعطل وما عنديش المعين ما كاينش لا معين حتى واحد ما عندي. السلام.